اهلا وسهلا بيكم، وكل سنه وانتم طيبين. واول يوم في السنه الجديده ان شاء الله يا رب تكون سنه خير وبركه وسنه خضراء علينا كلنا يا رب ان شاء الله. هبتدي النهارده بوصفات سهله. انا قلت نعمل حاجه بقى مش طبخ، نعمل ايه؟ شويه بيتزات خفيفه كده. حتى الصوص اللي انا عاملاه البيتزا سهل جدا، بحيث نبتديها بهدوء. هقول العجينه بتاعت البيتزا وهقول الصوص بتاع البيتزا. العجينه بتاعتي اللي هشتغل بيها البيتزات النهارده كلها 3 كوبايات دقيق، معلقتين صغيرين خميره فوريه، نص معلقه صغيره ملح، 3 معالق زيت، وكوبايه ميه دافيه او حسب ما يحتاج الدقيق معاكي. من تاني هقول المقادير بتاعتي. العجينه 3 كوبايات دقيق، معلقتين صغيرين خميره فوريه، نص معلقه صغيره ملح، 3 معالق زيت، كوبايه ميه دافيه او حسب الحاجه. هحط الدقيق اول حاجه في العجانه، بسم الله الرحمن الرحيم، او هعجن بايدي زي ما انت عايزه. وهحط معاه الزيت، بسم الله، والملح والخميرة. العجينة مقاديرها بسيطة جدا كده اهو، وابتدي اخلطهم وانزل بالمية عليهم وهما بيتخلطوا. خدي بالك ما تحطيش المية كلها الاول علشان ما تزيدش معاكي كده اهو. وبعدين هساعد الخلاط طبعا بان انا اقرب له الدقيق علشان يعجن اسرع. العجينه دي تتعجن كويس جدا، وبعدين بعد العجن هنسيبها تخمر على الاقل ساعه، على الاقل ساعه بسيبها تخمر. وهي بتتعجن انا هروح للصوص بتاعي. هقول المقادير بتاعه الصوص. عباره عن كوبايه طماطم مبشوره او اضربيها في الكبه من غير اي سوائل، معلقتين صلصه طماطم، معلقه كبيره بهارات ايطاليه اللي احنا قلناها الاسبوع اللي فات اللي هي خليط من الاوريجانو والزعتر والبردقوش، معلقه صغيره اوريجانو، معلقه صغيره بودره ثوم، معلقه صغيره بودره بصل، ملح وفلفل، رشه شمر لو تحبي، معلقه صغيره سكر. من تاني صلصه البيتزا عباره عن معلقتين كوبايه طماطم مبشوره، معلقتين صلصه طماطم، معلقه كبيره بهارات ايطاليه، معلقه صغيره اوريجانو، معلقه صغيره بودره بصل، معلقه كبيره صغيره بودره ثوم، ملح وفلفل، رشه شمر للي بيحب طعمه، معلقه صغيره سكر. هحط شويه زيت صغيرين في طاسه على النار. وبعدين اول حاجه بحطها الصلصه. هحط الصلصة، مش هحمرها بس هخليها تدفى شوية مع الزيت بتاعي. الصلصة دي بتبقى حلوة قوي وسهلة، عملية سهلة ومبتاخدش وقت، لأن مقدار الصلصة كتير بالنسبة للطماطم فبتتسبك بسرعة، ما بتاخدش وقت معايا خالص. كده اهو غليوا اهو، ابتدى الزيت اهي، شايفين ابتدى يغلي الزيت، فانا اخليها تغلي مع الزيت دقيقه واحده. وبعدين احط عليها، بسم الله الرحمن الرحيم، الطماطم. زي ما قلنا يا اما تبشري الطماطم يا اما تضربيها في الكبه من غير اي سوائل بحيث تبقى تخينه. ادي الطماطم، هحط لها بقى الاوريجانو، توابل الايطاليه، وبودرة البصل، وبودرة الثوم، السكر، والملح طبعا بحط ملح وفلفل اسود، ادي ملح وفلفل اسود اكيد، وبقلبهم يغلوا غلوتين على النار. ودي كده خلصت خالص صلصة البيتزا بتاعتي. خليها غلوتين على النار. وبعدين ادي العجينة اهي ما شاء الله، شايفين العجينة لمت ازاي؟ 5 دقايق بقى تتعجن، بعد ما هي لمت خالص 5 دقايق اعجنها عشان تطلع معايا هشة ومطاطة، شايفين؟
اعرف انها خلصت انها تكون لميت لي كل العجينه اللي على جوانب العجانه. بعد كده اهو بعد ما تتعجن بسيبها زي ما قلنا تخمر ساعه، بعد كده بقطعها واعملها دوائر وابتدي اشتغل فيها. قدامك حاجتين من اتنين، يا اما بتحطيها 10 دقائق او 8 دقائق في الفرن حامي الاول وتطلعيها تحطي عليها المكونات، وانا عن نفسي بفضل الطريقه دي عشان المكونات تفضل طريه معاكي فريش والجبنه تفضل سايحه، يا اما بتحطي المكونات عليها من الاول، بس انا بحب ان انا ادخلها الفرن الاول واطلعها احط المكونات بتاعتي لان المكونات كلها مستويه، يعني الصوص مستوي، الخضار عباره عن خضار، لو انا هعمل النهارده بتاعت السوسيس هيبقى مستوي. فبتحطيها في الفرن 8 دقايق وبعدين تطلعيها بتحطي عليها المكونات وتشتغلي بيها. هروح دلوقتي الفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، هنعمل بيتزا صيامي وبيتزا بالفاهيتا ان شاء الله، استنونا. رجعنا لكم من جديد، هنعمل دلوقتي بيتزا الفاهيتا، حلوه وجميله وسهله وطعمها فظيع. المقادير بتاعتي طبعا العجينه احنا عملناها اول جزء، دلوقتي هنعمل حشوه. هستعمل فلفلتين الوان احمر واصفر، احمر واخضر زي ما انت عايزه، متقطعين شرايح، بصلايه شرايح، معلقتين كبار بهارات الفاهيتا، احنا قلنا لكم قبل كده ممكن ننزلها النهارده تاني، صدرين فراخ متبلين هتبلهم بزعتر ومعلقتين صويا صوص ونص كميه بهارات الفاهيتا دي، يعني معلقه من المعلقتين هيتحطوا على الفراخ بتاعتي. صدرين الفراخ انا مقطعهم شرايح سميكه اهي، حط عليهم الزعتر ومعلقتين الصويا صوص ونص بهارات الفاهيتا. وبعد كده اهو هستعمل فصين توم وهستعمل ساور كريم، حوالي نص كوبايه ساور كريم. ساور كريم دي على فكره ممكن تبدليها بزبادي، يبقى نص كوبايه زبادي متصفي كويس، تصفيه على الاقل ساعتين ثلاثه وتحطي عليه عصره ليمون، هيبدل لي الساور كريم في الوصفه دي. نص كوبايه صلصه بيتزا من اللي عملناها، زيت زيتون، قرن فلفل حراق، كوبايه جبنه موتزاريلا مع شيدر. من تاني فلفلتين الوان، بصلايه شرايح، معلقتين كبار بهارات فاهيتا، صدرين فراخ متبلاهم بزعتر ومعلقتين صويا صوص ونص بهارات الفاهيتا اللي هي معلقه من بهارات الفاهيتا ونص كميه الساور كريم ونص صلصه البيتزا اللي هم موجودين عندي في المقدار، يعني نص كوبايه الساور كريم ونص كوبايه صلصه البيتزا هتبلها بيهم الفراخ بعد ما تتشوي، يعني انا دلوقتي حط عليها الزعتر والصويا صوص والبهارات بس. وهستعمل طبعا شويه زيت زيتون، قرن فلفل حراق للي بيحب، وكوبايه جبنه موتزاريلا. هاجي اول حاجه اعمل ايه؟ الفراخ اللي انا متبلاها بالصويا صوص والزعتر هحطها على جريل عندي، وممكن احط معاها شويه زيت صغننين كده اهو، واقلبها بحيث تتشوي. احنا زي ما قلنا حاطين عليها نص بهارات الفاهيتا وحاطين عليها معلقتين صويا صوص ورشه زعتر، واسيبها تتشوي شويه. وبعد كده هاجي هنا شويه زيت صغيرين، وبعدين هجيب البصل والفلفل الالوان بتوعي وبقلبهم على النار شويه مجرد يطروا معايا. كده الفراخ ما بتاخدش وقت كتير، بتقلبيها الناحيه الثانيه عشان تتاكدي ان هي كلها استوت، يعني لازم تتقلب على الوشين ما عملهاش على وش واحد. عايزه تعمليها في الطاسه تيفال زي الخضار ما فيش مشكله اللي موجوده عندك، يعني اهي الفراخ بتاعتي. بعدين هاجي هنا انا حاطه الخضار، هحط عليها الفلفل الحراق، هحط عليها الثوم واقلبها لغايه بس ما ريحتها تبتدي تطلع، الاقي ريحتها كده حلوه هروح حاطه عليها المعلقه الثانيه بتاعت بهارات
الفاهيتا. احنا عملنا معلقتين، معلقه اتحطت على الفراخ والمعلقه الثانيه على الخضار. بعد كده بجيب، انا هستعمل الزبادي المصفي، مصفيه اهو، هجيب معلقه واحط نص كوبايه. شايفينه بيبقى تخين ازاي؟ عامل زي اللبنه. اجيب معلقتين منه، وهاخد ربع كوبايه برضو من الصوص البيتزا، واقلبهم مع بعض. وبعد كده هروح على الفراخ. انا ممكن استعمل حاجه اكبر، الاكبر هيبقى اسهل ان انا اقلب فيه. هجيب، يبقى انا حطيت نص الساور كريم ونص الصلصه، هقلب فيهم الفراخ اللي انا شوحتها او شويتها. خلاص هقلب واجي الخضار بتاعتي اهي. هاجي بقى للبيتزا، انا حطيت عليها زي ما قلت لكم، دخلتها الفرن 8 دقايق العجينه وطلعتها، هتبقى هنيه لسه نيه ما استوتش. حطيت عليها الجبنه الموتزاريلا، بعد كده بحط عليها الخضار بتاعتي، كده. وبعد كده الساور كريم والفراخ. بقيت الساور كريم هقول لكم هعمل بيه ايه. هحط اجي الفراخ كده، بيتقدم جنبها ساور كريم، والصوص الزياده بيتقدم جنبها. عايزه تحطي الساور كريم الزياده والصوص البيتزا الزياده تحت الجبنه الموتزاريلا مفيش مشكله، بس هو لما بيتقدم معاها كدب جنبها بيبقى احلى كتير. بعد كده باجي ارش عليها شويه جبنه تاني من الموتزاريلا، شويه بسيطه، وجبنه شيدر كده اهو، وبدخلها الفرن تكمل سواها. مش هتاخد وقت كتير، خدي بالك ان الفراخ عندي مستويه والخضار متشوح، فمش هتاخد وقت كتير خالص. ممكن بقى اعمل ايه؟ ممكن الحراف بتاعتها بدهن زيت زيتون بسيطه كده بحيث تاخد لون حلو معايا، وادخلها الفرن، فرن حامي تكمل سواها. ادي البيتزا الفاهيتا. هاجي للبيتزا الصيامي برضو نفس القصه، انا عملت حطيت العجينه، بصوا لسه نيه، يعني لو حتى جيت اطلعها هلاقيها نيه معايا اهي، لسه نيه، اخدت بس 8 دقايق في الفرن لسه نيه. وهاجي احط عليها المقادير اللي احنا هنقولها دلوقتي. البيتزا الصيامي، مقدار طبعا من عجينه البيتزا بتاعتنا، حبايه فلفل اخضر هتتقطع ترانشات، وهستعمل نص كوبايه من صلصه البيتزا، حبتين طماطم مكعبات، بصلايه شرايح رفيعه، فصين ثوم، معلقه كبيره زعتر، سواء زعتر ورق او اوريجانو اللي عندك، اللي موجود مفيش مشكله. وهستعمل معلقه كبيره روزماري اخضر. البهارات او الاعشاب دي بتدي طعم حلو قوي في البيتزا الصيامي. طبعا البيتزا الصيامي عشان ما فيهاش جبنه موتزاريلا فبيبقى طعمها مختلف شويه، علشان كده بحاول اعوض الطعم ده بالاعشاب. شرايح زيتون، وممكن استعمل لها بقى اللي بيدي طعم حلو قوي، معلقه من البذور، يعني اخلط شويه كراويه على سمسم على بذور كتان على شمر، وبيترشوا عليها بيدوا طعم حلو جدا جدا. يبقى من تاني حبايه فلفل اخضر، نص كوبايه صلصه بيتزا، الصلصه اللي عملناها، وطبعا العجينه اللي احنا عملناها اول حلقه، حبتين بطماطم مكعبات، بصلايه شرايح رفيعه، فصين ثوم، معلقه كبيره زعتر ورق او ناشف اللي موجود عندك، وهستعمل معلقه كبيره
ورق روزماري اخضر، شرايح زيتون وبذور كتان وسمسم وكراويه وشمر لو لقيت عندي. البذور دي بتدي طعم حلو قوي. كان زمان في مصر تشين بيتزا امريكاني بيستعملوها دايما في البيتزا بتاعتهم، بس هي قفلت في مصر، بس بتبقى فعلا حلوه. ادي الفلفل مع البصل والثوم اهو، بشوحه لغايه لما الريحه تبقى حلوه، بس يفضلوا محتفظين بالقرمشه بتاعتهم. بس انت ممكن ما تشوحيش القصه دي، يعني ممكن تحطي خضار زي ما هي. انا بالنسبه لي ما بحبش طعم الخضار نيه قوي على البيتزا، فانا التشويحه البسيطه دي بتديهم ريحه حلوه. التوم كمان لما بيتحمر معاهم بيدي طعم احلى كتير من الخضار النيه. بس هي كده اهو شايفين، عشان كده بحط نقطه زيت بحيث الخضار تفضل مقرمشه، وبس الطعم القوي بتاع ان هي نيه ده يروح. باجي على الصوص البيتزا، بحط صلصه البيتزا اللي عملناها وبسيب حوالي سنتي من الجوانب بتاعه البيتزا لو انت مش شايف منها. طبعا مش هنحط جبنه، ولو ان انا عرفت دلوقتي ان في جبنه للبيتزا صيامي نزلت، فلو لقيتيها دي ممكن تستعمليها، بس انا مش هستعملها على اساس ان مش كل الناس عندهم منها. فنعمل البيتزا اللي هي التقليديه خالص. هاجي هحط اجي الروزميري، انا خلطه مع الاوريجانو، وادي الزعتر والحبوب بترشيها. بعد كده بتحطي الخضار، اللي انت اديتيها تشويحه على النار كده اهو. وبعد كده اخر حاجه هحطها الطماطم والزيتون. الطماطم ما شوحتهاش، انا مخليتها مكعبات كده عشان تدي لي شكل حلو اهي. خدي بالك كمان من حاجه، ان البيتزا دي ما عليهاش جبنه فالملح قليل، فانت ممكن بعد ما تطلع تديها رشه ملح بسيطه، لان الخضار ده محتاج ملح. يا اما كتري الزيتون شويه عشان يعادلك الملح بتاعها، لان ما عليهاش جبنه. احنا في البيتزا العاديه ما بنرشش ملح عشان الجبنه بالموزاريلا فيها ملح فبايه بتتملح، فخلاص. لكن هنا اهو هندخلها بقى الفرن، فرن حامي، وبنطلعها وبالهنا والشفا. هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنوني. رجعنا لكم من جديد، عملنا البيتزا الصيامي وعملنا بيتزا الفاهيتا. هنعمل دلوقتي عجله السوسيس او بيتزا بالسوسيس لو هتعمليها بيتزايه كبيره. المقادير بتاعتي هستعمل سوسيس صغير مش شرايح، دي غلط. السوسيس حجمه صغير اللي هو اللي بيسموه كوكتيل، او هتجيبي سوسيس كبير وتقطعيه الحجم ده، يعني ممكن تجيبيه كبير وتقطعيه بالحجم ده، يعني هتبقى حوالي 4 سنتي السوسيسيه. خلاص هستعمل نص كوبايه صلصه بيتزا، معلقتين كاتشب، ومعلقه صغيره مستردة، وشويه جبنه موتزاريلا، وطبعا العجينه اللي احنا عملناها اول الحلقه. هاجي اول حاجه السوسيس ده مسلوق، انا هديله تشويحه برده في الزيت عشان يبقى طعمه حلو. المقادير هقولها تاني، مقدار من عجينه البيتزا سوسيس متقطع شرايح 4 سنتي، او اجيبه اللي هو الكوكتيل الصغير. نص كوبايه صلصه بيتزا، معلقتين كاتشب، معلقه صغيره مستردة، وجبنه موتزاريلا. بقلب الصوصج على النار، وبعدين بقطع العجينه بتاعت البيتزا كور صغيره كور صغيره كده اهو. انا حطها بس عشان اعرف العدد الكور اللي انا عايزاه اهي في الصينيه اللي انا هعمل فيها البيتزا. خلاص انا مش هعملها كور، انا بس انا ايه مقطعاها علشان العدد. وبعدين هاجي افرد كل واحده كده وادهنها ادهنها
بالكاتشب والمستردة. بعدين شوية من الصوص، بعد كده هحط عليها واحدة سوسيس كده. خلاص كفاية، هطلعهم بس اصفيهم من الزيت كويس، انا مش عايزة الزيت الكتير ده كله. ممكن تمسحيهم برضو بكلينكس. وبعد كده هاجي احط شوية موتزاريلا واجي افرد دي، اشدها كده واروح قافلاها خلاص، واروح حطها هنا. انا مش حاطه خالص اي حاجه تحتها، يعني مفيش قاعده من العجينه تحتها، مجرد السوسيس كده. هعمل الثانيه اهي، هدهن الكاتشب المستردة، بعدين الصوص، بعدين هحط السوسيس، شوية جبنة صغيرين، وبعد كده اروح ماسكاها في بعضها واحطها جنبها. هعمل واحدة ثالثة واخيرة. خدي بالك وانت بتفردي الصوص اعملي خط كده علشان ايه العجينة تلزق، عشان هنا ما يجيش على الجوانب اي صوص، اهي حتى لما احط صوص البيتزا واجي احط السوسيس والجبنة واروح ماسكه حتتين ناشفين عشان العجينة تمسك كويس. خلاص بكملها بقى كلها العجلة كلها، يعني هي لو جت من فوق بتتكمل كلها بالسوسيس داير ما يدورها، وبعدين بدخلها الفرن تستوي واوريكم اهي بيتزا. البيتزا الفاهيتا طلعت، شايفين شكلها ازاي؟ واو ريحتها بقى مش عايزه اقول لكم فظيعه. الصيامي لسه شويه في الفرن، هنطلعها في الفاصل. ممكن ادي البيتزا اللي عملناها اللي هي فاهيتة الفراخ، طعمها فظيع وريحتها فظيعه. خلاص يبقى احنا هندخل العجله بتاعت السوسيس دي الفرن تستوي وهطلعها. هزوقها، انا عاملاها عجله على شكل عجله الكريسماس واعياد راس السنه، وهزوقها بزعتر اخضر بحيث تديني شكل العجله اللي بتتعلق على باب البيت. هروح لفاصل وهرجع لكم بعد الفاصل، استنونا. رجعنا لكم من جديد. عملنا النهارده عجينه البيتزا، عملنا صوص البيتزا بطريقه سهله، وعملنا بيتزا صيامي وبيتزا الفاهيتا، وعملنا عجله دي الفاهيتا اهي بالفراخ، الصيامي لسه في الفرن هتطلع حالا، ودي العجله بتاعه السوسيس انا عملتها وزودتها بالطماطم وعملت لها فيهم كايه من الطماطم في الاخر. هي لو جت الصوره من فوق هتبان ازاي، بحيث يبقى شكلها بالظبط زي العجله اللي هي اللوريت اللي بتتحط على الباب. يا ريت نجيبها من فوق بس قبل ما نبتدي نقول مقادير بتاعت اهي، شايفين اهي الفيونكه بتبقى تحت اهي. دي عجله السوسيس بتتعمل ان شاء الله كده بحيث تبقى سنه حلوه علينا باذن الله. هقول مقادير العجينه من تاني: 3 كوبايات دقيق ليها معلقتين صغيرين خميره، نص معلقه صغيره ملح، 3 معالق زيت بعجنهم مع بعض واحط لها الميه حوالي كوبايه ميه دافيه، بتاخد اقل او اكتر حسب نوع الدقيق معاكي، ابتدي باقل طبعا. صلصة البيتزا بتاعتي انا حطيت على النار معلقتين صلصة مع شوية زيت دافيو، دقيقتين كده على النار مع الزيت، بعدين زودت لهم كوباية طماطم مبشورة، معلقة كبيرة بهارات ايطالية، معلقة صغيرة اوريجانو، معلقة صغيرة بودرة بصل، معلقة صغيرة بودرة ثوم، ملح وفلفل، معلقة صغيرة سكر، لو عايزة تحط شوية شمر بيتحط معاه شوية شمر للناس اللي بتحبه. بيتزا الفاهيتا الحشوة بتاعتي طبعا العجينة والصوص الاحمر ده هشتغل بيه البيتزات كلها.
الحشوه بتاعت بيتزا الفاهيتا، فلفلتين الوان وبصله شرايح بتشوحوا على النار مع معلقه من بهارات الفاهيتا، وبعد كده بضيف لهم الفصين الثوم وقرن فلفل حراق. هستعمل صدرين فراخ متبليها مقطعهم شرايح تخينه، وهتبلهم بشويه زعتر، معلقتين صويا صوص، ونص الثاني بتاع بهارات الفاهيتا اللي هي معلقه بهارات فاهيتا، وربع كوبايه ساور كريم، ونص صلصه البيتزا يعني ربع كوبايه صلصه بيتزا. وبعد كده اهو بشوحهم على الطاسه تيفال او بشويهم على الشوايه زي ما انتم عايزين. بشويهم بالزعتر والصويا صوص، وبعد كده بخلط معاهم الساور كريم وصلصه البيتزا. هستعمل نص كوبايه صلصه بيتزا، زيت زيتون، كوبايه جبنه موتزاريلا مع شيدر. بعمل ايه؟ بحط العجينه في الفرن، وبعدين بطلعها وبعملها احط عليها الساور كريم والصلصه نصهم، والجبنه الموتزاريلا، بعد كده الخضار الفراخ، وارجع احط شويه جبنه تشيدر وموتزاريلا في الاخر، وبعد كده بدخلها الفرن يكملوا سواهم مع الخضار والفراخ، بتبقى حلوه جدا. العجله بتاعت السوسيس دي بقطع العجينه كور، وبعدين بلفها على سوسيس بحشي جوه كاتشب وجبنه موتزاريلا وشويه صلصه بيتزا ومعلقه صغيره مستردة، بحيث ادهن العجينه كلها بيهم واقفلها على السوسيس وادخلها الفرن تتحمر. ولما بطلعها بروح احط عليها الطماطم الشاري والزعتر، وبقدمها بالهنا والشفا. اخر حاجه بقى البيتزا الصيامي. البيتزا الصيامي بشوح على النار فلفلايه خضراء شرايح مع بصلايه شرايح رفيعه وفصين ثوم. ادي البيتزا الصيامي طلعت اهي، دي البيتزا الصيامي بتاعتنا. بعد كده اهو بحط الصوص البيتزا على العجينه، بستعمل حوالي نص كوبايه صوص بيتزا وعليها الخضار، الطماطم بس حبتين طماطم مكعبات ما شوحتهمش، ورشيت عليها الزيتون والطماطم المكعبات، وشويه اوريجانو على شويه زعتر، ولو عندك بذور كراويه وسمسم وشمر بتدي طعم حلو قوي. يا رب تكون حلقه خفيفه عليكم وحلقه سهله، ويا رب تكون سنه سعيده علينا كلنا، ويحل الحب والسلام يا رب على مصر والعالم كله، وان شاء الله اشوفكم على خير.